صحيح أن صحة الشخص العقلية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالبيئة التي يعيش فيها، لكن في معظم الحالات يكون نمط حياته وعلاقاته هو المؤثر الأساس فيها. بعض العادات السلبية التي يمارسها الأشخاص غالباً ما تكون هي سبب تأزم صحتهم العقلية والنفسية. يمكن جمع السلوكيات ذات التأثير السلبي في النفس بخمس عادات. بعض الأشخاص يحب أن يكون كل شيء في حياته مثالياً، لا يتقبل أن يرتكب خطأً ولو بسيطاً في عمله. في حال كنت أحد هؤلاء الأشخاص، احذر، لأن المثالية قد تجعلك تشعر بالأحباط والكثير من الأسف في حال عكستك الأمور ولم ترضك نتائج أفعالك، وقد تشعر بالذنب أو تعتبر نفسك فاشلاً، فمحاسبة النفس على أدق التفاصيل تسبب الإرهاق وتتعبك نفسياً. ليس من الجيد أن تتوقع من الآخر أنه سيهتم بك كثيراً وسيفعل من أجلك أي شيء، وذلك لأنه في حال لم يتصرف الشخص بما يتناسب مع توقعاتك ستشعر بأنك خذلت وخدعت بشخص لا يهتم لأمرك. لذلك من الأفضل ألا تنتظر شيئاً من أحد. هل تقضي وقتاً طويلاً في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟ إن كنت تفعل ذلك فهذا من بين أهم الأسباب التي تجعلك تشعر بالضيق من دون أن تنتبه، فأن ترى الصور التي يشاركها آخرون للحظاتهم السعيدة ورحلاتهم السياحية والأعمال التي أنجزوها قد تجعلك تشعر بالغيرة وبأنك أقل منهم. الشعور بالحرمان والنقص مقارنة بالآخر يضر بصحتك العقلية بشكل عميق. بعض الأخطاء لا يعد ارتكابها مسيئاً أو مهيناً في حقك، خصوصاً إن كانت بسيطة وإن كان من شهدوا على هذا الخطأ هم أصدقائك وأشخاص مقربون منك. حتى لو ضحكوا شاركهم في الضحك ولا تعتبرهم يسخرون منك، واعتبر ما حصل موقفاً طريفاً قد يحصل مع أي شخص آخر، فللضحك تأثير مهم في تحسين الصحة العقلية والنفسية. أحياناً قد تفضل الاستفادة من ساعات الليل لإنجاز بعض الأعمال فلا تحصل على الوقت الكافي للراحة. نقص ساعات النوم سيجعلك تشعر بالانزعاج والتعب وبأنك لست على ما يرام، ويضعف قدرة خلايا دماغك على التواصل فيما بينها ويزيد من حالة الأحباط.